هلا في حفلة احفاد الامير عويض بن هيف يمثلهم فهد بن مسفر المطنوخ واخوانه أنا يا صحابي يا شعار ما داني هلا التصنيف عقول فارغة في ذمتي وبطون مليانة يدوم الكلب قاوى الشيخ معروف بلا تعريف ومن يمدح مطانيخ العرب صح الله لسانه يا ابو ياسر تعرف الفرق ما بين العصا والسيف ترى للسيف خانه يا الزميل وللعصا خانه مواقف النشامى ثابتة والله يحيي الضيف ومن يتعب علشان العرب تتعب علشانه أعرف الصح وأعرف الخطأ من غير منشد كيف وبعض الناس مالت كفته واختل ميزانه خلوها قريش الله عطاهم رحلتين فشتا وص ورياجيل الفعايل بينهم تقدير وميانة ترى يا ابو ياسر ترى بعض الاسامي داخل الارشيف الى الحين الانفس راضيه ما هي بزعلان ألا يا حيف لا ضاعت دروب المرجلة يا حيف ضعيف النفس غصبا عنه لازم يضعف إيمانه الأسماء عند الأعمى كلها تحريف في تحريف عيونه ما تشوف الناس والأخلاق خربانة خلوها
نعرف ان القوي يبقى قوي وان الضعيف ضعيف، ما هو بطلق جانب من باع ربعه لاجل عدوانه. براد الطايف ابرك لك من اقادير والمالديف، حصانك يا العلا وهفك سرجه وحذف عنان، ليا صار المصادم نكشف الاصلي من التوليف، سواليف الساعه ما غير يا دانه ويا دانه، خصوم الفارس الحريف وسط المملكة وجنيف، يجيهم خوف لا شافوه ولا شافوا حصانه، سلام الله علينا في المداين والقرى والريف، نطوع خصمنا تطويع عبد عند عمانه، وسيع العرف ما يحتاج لا شهرة ولا تثقيف، يجيب الطيبة لو سعرها